أنا تعبت من الحياة، ما أريد البيت وما أريد أهلي، لازم أطلع. أول قرار شبيك؟ شو أحس الضايج ومخنوق ومهموم خير؟ بويا أنا ما أريدكم، ما أريد أطب البيت بعد، أنا تعبت من الدنيا، أنا أريد أعيش بمكان ما بي ناس، ما أريدكم، أنا أكرهكم، ما أريدكم. بابا قرار، اتق الله يا معود، واطلع وشوف الحياة، واطلعوا يا جماعتك، روح زور، شو تريد تسوي سوي، ليش هالخنقة هاي؟ بويا أنا تعبت من الحياة، ولا أريد أطب بيتكم بعد، أنا ما أريدكم، أنا ما أريدكم، ما أريدكم، ما أريدكم. هذا شبيه الولد؟ صديق جديد، ليش هيك مضايق نفسه؟ وليش هيك ضايج؟ استغفر الله، أنا يعني لازم أوقع على عائلتي، إي لازم أوقع على عائلتي. هلا كريم، كرور حبيبي، شلون صدق؟ رحم الله والديك. فضل تعال شوف البطاقة. فضل استريح. الله بالخير كرور. الله بالخير، شلونك شو اخبارك؟ والله كريم الحمد لله. الحمد لله شو مبين؟ اكو شيء؟ الحمد لله قماتك قوة طلعت من عندك، شكلك معود خير. كريم والله نفسيتي تعبانة شوية، ومن ادخل للبيت احس نفسي اكره اهلي، ومن اطلع ارجع اتندم واستاقلهم، وما اعرف شنو قلت، كل ما ادخل للبيت اسوي لي مشاكل، اتعارك ويا اهلي، ارجع اطلع اشتاقلهم. قرار انت مريض ويرال لدكتور نفساني، وانا ندلي خوش دكتور لك، ليش ما خلينا نروح له دكتور واعي ومثقف في العالم كله، تروح له ناخذك له ونشوف بلكي طلع عساون بصير زين. كريم قابل انا مخبر تاخذني الدكتور نفساني؟ قرار شنو مخبر؟ النفساني يختلف عن الاخبار وهالسوالف، لازم تروح له ونشوف علتك شنو هي، شو تقول؟ الله كريم الله كريم، ان شاء الله خير. يلا انا اروح. معود استوى قعدت، شنو صار؟ لا هاي اروح. يا الله ياك، انا اكرهكم، انا اكرهكم، ما اريدكم، عفوني، انا ما اريدكم ولا اريد اطب البيت بعد. قرار شبيك يا عيني؟ شبيك انت شغلتك مو خايف، انا لازم اوديك لو كشاف لو سيد، لان انت يجوز مسوي لك عمل. شنو انا مخبر وتاخذني سيد؟ قاعد اقول لك ما اريدكم ولا اريد اطب البيت بعد، انا اكرهكم، انا ما اريدكم. الو السلام عليكم، شلونك عمي كريم؟ الله يسلمك الحمد لله، انت وين؟ عمو اريدك تجي للبيت. لا لا ماكو شيء، بس سيدك تجي شوف قرار. اي والله لا تاخر انتظر. ماشي عمي في مال. منو؟ انا عمان. اي جيتك عمي جيت. عمو شلون كريم؟ شلون صادك الله يسلمك. تعال تعال شلون صادك يا رب بشر؟ والله تعال شوفه. هاك روري بشر شو صار راسك؟ عوفوني بحالي، اريد ابقى وحدي، ما اريد اشوف واحد، عوفوني بحالي. كرار مو قلت لك ناخذك دكتور نفسي ونشوف هاي المصيبه اللي بيها ستة شنو هي؟ لا عم كريم، كرار لو محسود لو مسحور، وانا لازم اوديه كشاف لو سيد على مود يعرف شنو قضيته وشنو سالفته. عمي اذا انا ترى بقايش احنا ترى ما يصير شيء، ترى انتم دمرتوا شباب، هاي سوالفكم. كرار ما بيش كرار، ترى كرار مجنون، واكو فرق بين المجنون والمريض، كرار مريض ويحتاج دكتور. هسه امر عقده، يلا قرار قوم قوم وياي. كيفكم عمي؟ تشوفوا انه مناسب سووه. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، هلا مرحبا دكتور. الله يسلمك دكتور، عندنا كرور شوي حالته نفسيه تعبانه، نكتب اصلا وياه شو رايك فيه. سولف لي كرور خيرك دكتور. انا كل ما ادخل لاهلي اسوي له مشكله وياه، ومن اطلع هم اصدقائي اشتاق لهم، ارجع اسوي له مشكله وياه. دكتور انا الشغل تعبني، الحياه صارت عندي ممله، انا اتمنى تساعدني. اسمعني وليد، انت تمر بازمه الحاله النفسيه، وهاي الحاله النفسيه ما راح تكثر الاشخاص اللي يمرون بهاي الحاله، فانت واجه صعوباتك بالحل مو بالهروب،
فانت اعتبرني صديقك، عندك شيء صاير وياك شيء، صايرة مشكلة وياك. دكتور ما صاير وياك شيء، بس انا قلت لك الشغل تعبني، دكتور مدلول من ورا الشغل. اسمعني وليد، دائما ابتسم، دائما اضحك، ودائما اي شغله تواجهك سولفها لاصدقائك، سولفها لشخص قريب عنك، وان شاء الله ما عنده غير العافيه. فانت دائما اضحك. تسلم دكتور، انت من سولفت ليش انسان ارتاحت، وان شاء الله كل شهر اجي. اتمنى لك كل الخير ان شاء الله بحياتك. ممنون منك دكتور، شكرا. كل الهلا.